استلمنا للحوم صبح الكيلو اللحم 45 جرام والدجاج تو الان زود جرام المواطن يعاني معاناه صراحه. نرجو من الحكومه الوطنيه تهدم لهالمواطن المسكين في الجنوب. لا ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، اقبال لا قوه الا بالله، يعني ما شاء الله، والدجاج في متناول الجميع، يعني 25 حقها فيها يعني بصراحه، وما شاء الله الله يبارك، ونتمنى يعني من الزباين يسامحونا، بس يعني في عارفين في رمضان وكذا، وان شاء الله خير، بارك الله فيك.